بوستر مسلسل موسى للنجم محمد رمضان قبل عرضه في رمضان. كشف الأستاذ تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن بوستر مسلسل موسى بطولة النجم محمد رمضان والمقرر عرضه في السباق رمضان المقبل، وعلق قائلا: رمضان 2021 إن شاء الله. المنتج تامر مرسى عبر فيسبوك. كشف الأستاذ تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن بوستر مسلسل موسى بطولة النجم محمد رمضان والمقرر عرضه في السباق رمضان المقبل، وعلق قائلا: رمضان 2021 إن شاء الله. يأتي ذلك عقب مشاركة الفنان محمد رمضان متابعيه وجمهوره بمجموعة صور من وراء كواليس تصوير مسلسل موسى المقرر عرضه في السباق رمضان المقبل من إنتاج شركة سينرجي وإخراج محمد سلامة. ونشر رمضان الصور التي توسط فيها الأطفال والأهل في كواليس مسلسله الجديدة عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، ضيفا جملته الشهيرة: ثقة في الله نجاح. ويواصل أبطال مسلسل موسى للنجم محمد رمضان تصوير مشاهد العمل بشكل يوما وبعدد ساعات تصوير مكثفة للانتهاء من العمل قبل حلول شهر رمضان المقبل. وعلى مدار الأسابيع الماضية كشف أبطال العمل عن العديد من الصور داخل الكواليس التي كشفت عن طبيعة الشخصيات التي يقدمونها، وكان آخرها صورة جمعت رياض الخولة ومفيد عاشور ومحمد ريحان وحسن القناوة قبل تصوير أحد المشاهد. وانتهت أسرة المسلسل من تصوير عدد كبير من المشاهد في الحي الريفة بمدينة الإنتاج الإعلامة، وذلك بعد تصوير عدد من المشاهد داخل القرية الفرعونية بشارع البحر الأعظم، حيث جاء ذلك بعد عودة فريق العمل من أسوان، إذ صوروا 4 أيام بالمدينة النوبية جمعت بين معظم المشاركين في البطولة.